غاب منتخب مصر عن منصات التتويج منذ فوزه بكأس الأمم الإفريقية في أنغولا 2010 مع الجيل الذهبي الذي قاده المدرب القدير حسن شحاتة وضم مواهب رائعة في كل المراكز من بينها سيد معوض. معوض حجز مكانا أساسيا كظهير أيسر في تشكيلة المعلم بعد وفاة محمد عبد الوهاب الذي شغل هذا المركز في بطولة 2006 ولعب دورا كبيرا في حفاظ الفراعنة على اللقب في غانا 2008 بعد أداء أذهل العالم، ثم تألق في النسخة الأنغولية وأبقى الكأس في أحضان أبناء النيل في حدث لم يتكرر منذ انطلاق البطولة. بين اللقبين القاريين سطع نجم المدافع الكبير عالميا عندما شارك مع منتخب مصر في كأس القارات 2009 بجنوب إفريقيا وقدم أداء ولا أروع أمام البرازيل في المباراة الأولى وصنع هدف مصر الثاني لمحمد شوقي، ثم لعب أساسيا أيضا في اللقاء الثاني أمام إيطاليا وساهم في الفوز التاريخي على أبطال العالم. محليا خاض ابن مدينة الفيوم مسيرة لا تقل نجاحا بدأها بنادي الألومنيوم عام 1999 ثم انتقل للإسماعيلي وحقق معه كأس مصر سنة 2000 وبطولة الدوري موسم 2001-2002 ومنه خاض تجربة قصيرة مع ترابزون التركية في 2008 قبل عودته لمصر من بوابة كبيرها الأهلي. مع نادي القرن لعب الظهير المتميز 6 مواسم حقق خلالها 13 لقبا، 3 منها في دوري أبطال إفريقيا أعوام 2008 و2012 و2013 ومثلها في السوبر الإفريقية، بالإضافة لأربعة ألقاب دوري وثلاثة سوبر مصرية، كما شارك في كأس العالم للأندية 3 مرات. بعد الاعتزال انضم للجهاز الفني للأهلي مع حسام البدري موسم 2016-2017 وساهم في حصد الدوري وكأس مصر، ثم تولى نفس المهمة مع البدري في المنتخب الوطني من 2019 وحتى 2021. عن مشواره الحافل كلاعب والواعد كمدرب، رؤيته الفنية لمباراة مصر والنيجر وأسباب ابتعاده عن الأجهزة الفنية للمنتخبات وتوقعاته للموسم الجديد، يدور حوار سيد معوض مع شوبير في ملعب أون تايم.